مرحبا دكتورة، أهلا. كيف صباحك؟ تمام الحمد لله. بداية خلينا نتحدث كيف نختلف مع الآباء لكن بشكل حضاري وبشكل راقي. نعم، يوجد فجوة زمنية بين الأبناء والآباء تقدر يعني تقريبا في أقلها ربع قرن. هذا الربع قرن أو أكثر أو ما يزيد بصير في اختلافات كبيرة في الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية وفي البيئة وفي التطورات وفي أنماط المعيشة، يعني بصير في تطورات سريعة. هاي التطورات في الغالب الأهل ما بيقبلوا فيها، بيرفضوها، بيضلوا دايما متمسكين بالماضي وعادات الماضي وطريقة عيش الماضي وطريقة التربية القديمة التي نشأوا عليها. ببلش الأطفال في سن 10 ل 12 13 سنة يدخلوا مرحلة المراهقة. في هاي المرحلة ببلش الأطفال ينسلخوا عن آبائهم ويكونوا شخصيتهم المستقلة. تمام، في هذا الفترة بالتحديد ببلش الاختلاف، تظهر هاي الفجوة الزمنية بين الآباء والأبناء في الفكر، في الفكر، في القيم، في السلوك، في العادات، في التقاليد. فبيصير في صراعات ممكن تكون خفيفة مثل الصراع مثلا على ساعات النوم، على طريقة اللبس، طريقة تصفيف الشعر، هاي يعني صراعات بسيطة أو خلافات بسيطة يمكن تجاوزها. لكن في بعض الأحيان هاي الخلافات بتكون شديدة، يعني قيمية كبيرة، بيكون خلاف تام وكامل بين مثلا الآباء وأبنائهم المراهقين، ودائما ما بيكون في عنف داخل المنزل سواء كان معنوي أو عاطفي أو حتى جسدي، قد يمتد للجسدي، بيكون هناك في حالة من عدم الفهم وعدم التواصل بين الآباء والأبناء. طيب دكتورة، من وين جرأة هذا الجيل؟ يعني إحنا دائما بنتذكر حالنا مع أهالينا ما كنا نقولهم لا، ما نقدر نزعلهم بكلمة. جرأة هذا الجيل بيناقش وبيعطي رأيه، وبدك أنت كأم كمان تناقشي الطرف اللي قدامك وتوصلوا لحل. هل قد الجيل تغير حتى بالتفاهم وبالتعبير وبأخذ القرارات بيننا وبين أولادنا؟ نعم أكيد. هلأ عصر التكنو وعصر الحياة الرقمية، دائما إحنا الأب والأم دائما بنقول كلمتهم مسموعة، ليه هذا الجيل بيناقش بطريقة إنه ما بده يسمع؟ الجيل الماضي أو الجيل السابق عاش حياة بسيطة سهلة، ما فيها تعقيدات وما فيها تطور ولا فيها حضارة، كانت الحياة واضحة وسهلة. هلأ المجتمع أكثر انفتاحا والحياة أكثر تقدما، مدارك الأطفال أكثر اتساعا وأكثر ذكاء وأكثر اطلاع على تغيرات العالم وتفاعلات العالم والتطورات التكنولوجية. يعني زمان الجيل السابق ما كان يعرف حقوق الإنسان، ما يعرف إيش يعني إبداء الرأي، ما يعرف إيش يعني حوار، كله على السليقة أو على الفطرة أو على العادات والتقاليد اللي توارثناها. وليس كل يعني المواريث صحيحة، في بعضها خطأ، مثل العنف ضد الأطفال، مثل مثلا السيطرة التامة وتغييب رأي الأطفال. هلأ التربية الحديثة تتجه للديمقراطية، يعني الطفل هو إنسان كائن له استقلاليته وله حريته وله كرامته وله أيضا الحق في يعني بعض الاختيارات التي تتناسب يعني مع عمره أو مع سنه تحت مراقبة الأهل وليس تحت السيطرة التامة. يعني دائما بيكون في جزء للأطفال لكن بيكون في ثوابت يجب المحافظة عليها، مثل الثوابت الدينية، الإيمان والعبادات، بعض العادات والتقاليد وليس كلها، لأنه مع الوقت بتتغير، يعني العادات والتقاليد تتغير. اللي كان مثلا عيب وخطأ في الماضي الآن مسموح ورائج وعادي يعني في هذا الزمن. نعم دكتورة فادية، تغليب لغة الأمر والتلقين من قبل الآباء للأبناء وغياب خلينا نحكي فن التواصل بين الأباء والأبناء، يعني للأسف هو إشي عم نشوفه كتير بالعائلات وداخل البيوت. خلينا هون نتحدث عن أهم الأخطاء الشائعة اللي بتكون موجودة بين الأباء والأبناء أثناء حوارهم مع بعض أو نقاشهم واختلافهم في وجهات النظر. أولا المقارنة بين جيل الآباء والأبناء هو أكبر خطأ. يعني دائما ما الآباء إنه إحنا كنا نعمل كذا وكنا هاي المقارنة خاطئة تماما، لأنه الظروف مختلفة والجيلين مختلفين تماما ومتباعدين، يعني في الفترة الحضارية والفترة الثقافية. محاولة إسقاط رغبات الأهل على الأبناء أيضا خطأ شائع جدا. دائما مثلا إحنا بدنا أولادنا في القمة، أولادنا دائما هم الناجحين متفوقين، دائما ما نعطيهم حدود أو سقوف مرتفعة من الأمنيات ومن الطموحات ومن التوقعات، وهذا بيشكل ضغط على الآباء أيضا
عدم التسامح وعدم تقبل أخطاء الأبناء. يعني دائما الآباء كانوا مراهقين وكانوا شباب، نعم. مروا بتجارب ومروا بأخطاء وأخطأوا كثيرا يعني. نعم. أوكي، لا يتقبلوا إنه الأبناء جاء الدور يعني ليجربوا وليخطئوا، فما بيصير في تسامح. أيضا هاي مشكلة عند الأهالي لما بدهم أولادهم يضلوا ماشيين صح، ممنوع الغلط. لازم نقول دائما إنه إذا غلطنا رح نتعلم، رح نصير أحسن. والمفارقات يعني في التربية لما يكون الأب مدخن والأم تدخن، أو مثلا تستخدم الأرجيلة وإحنا عم نمنع، طب هاي مفارقة. الأهل تناقض ومفارقة، الأهل قدوة، لازم دائما الشيء اللي بيطمحوا فيه بأبنائهم يعملوه بأنفسهم. أيضا في نقطة مهمة اللي هي المقارنة، ليس فقط بين جيل الأباء والأبناء، مقارنة من نفس الجيل، يعني مقارنة الإخوان ببعض أو مقارنة أبنائنا بأولاد العمومة أو بأولاد الجيران أو بأولاد الصف. نعم، لأنه لكل طفل هواياته ورغباته وإله قدراته العقلية وقدراته الدراسية وعنده احتياجاته النفسية المختلفة. أكيد. دكتورة، أنت مع أنه الأم والأب بيكونوا صحاب مع أولادهم حتى لو في شغلات هم مش راضيين عنها، يعرفوا بطريقة ذكية كيف يتواصلوا مع أطفالهم أو أولادهم لحتى يوصلوا لحل وسط يرضي الطرفين؟ نعم، أنا مع يعني التفاهم الوسطي بين الأهل وبين الأبناء، ليست رغبة الأطفال دائما أو الأبناء تمشي ولا رغبة الأهالي. صحيح. مع الحوار والنقاش دائما نكون قريبين من أبنائنا مهما كانت مشاغلنا ومهما كان عملنا متأخر أو متعب، دائما نعطي وقت ومساحة لأطفالنا للقرب منهم، معرفة ماذا يفكرون، ماذا يحتاجون، بماذا يحلمون. هاي النقاش كل ما زاد وكل ما زادت ساعاته بصير في تقارب وفهم أكثر للأبناء. لما يصير فهم للأبناء بصير يعني حدة الخلاف بتقل كثيرا. أيضا لما يكون في طرح لرأي، مثلا رأي جدلي أو رأي خلافي بين الأهل وبين الإبن، دائما نجد طريقة وسطية، إنه ليس دائما إحنا ضد الأبناء وليس دائما رأينا هو الذي يمشي. ممكن يعني نمشي رغبات الطرفين مع مراعاة الحفاظ على ثلاث أشياء أساسية اللي هي صحة أبنائنا، التعليم، وأيضا دفع المخاطر عنهم، لأنه بالغالب بعض الأبناء يعني بعرضوا أنفسهم للمخاطر بدون وعي أو بدون فهم منهم. لا، لازم الأهل في هاي المرحلة يتدخلوا. صحيح. نعم اتفضلي. كتر الخلافات طبعا والنزاعات بين الأهل بتعمل كآبة عند الأطفال وبتعمل قلق وبتعمل توتر، وقد تعرضهم أيضا للجوء لأشخاص خارج الأسرة إنه للحوار أو للقرب أو للتفهم. هذا طبعا أكيد بيزيد فرصة تعرضهم للمخاطر. خلينا هون ننتقل لجانب متعلق بطريقة تعامل الأبناء مع أبائهم. يمكن القبول والاحترام والدبلوماسية في النقاش والحوار مع الأباء أمر في غاية الأهمية، ولازم أبنائنا يكونوا حريصين على هذه الثلاث أمور، يعني أنه يكون دبلوماسي في تعامله، يحترم، يتقبل، يراعي. خلينا نتحدث عن الطريقة المناسبة اللي ممكن الإبن يتعامل فيها مع أبوه أو والدته في حال كان في إصرار كبير على أمر معين، على قرار معين، والإبن رافضه كليا. كيف لازم يعني يمسك، خلينا نحكي، العصاية من النص ويقدر يعمل الإشي اللي هو بده إياه وبرغبته ويمشي لأهله الإشي اللي بدهم إياه؟ أولا اختيار الوقت المناسب. بعض الخلافات بتصير بين الأباء والأبناء إنه بيجي مثلا بكل أب تعبان فبيعرض الفكرة فبتم رفضها، فدائما اختيار الوقت المناسب والظروف المناسبة والمكان المناسب لطرح الفكرة. أيضا حتى الأباء يفهموا، عفوا الأبناء يفهموا ويستوعبوا إنه الأباء من جيل آخر، الأباء مثلا عندهم قيم وثوابت أكثر صرامة وأكثر شدة من هذا. حتى استخدامهم للكلمات ممكن يقولوا لنا أولادنا كلمة إحنا نزعل منها، إنه أنت أنا والدك أو والدتك كيف تستخدم هيك كلمة، فكمان عن جد بتحسي في فروقات بين الأجيال. صحيح. والود في الحديث واستخدام الألفاظ والعبارات المناسبة والعبارات اللطيفة التي تقرب يعني الآباء من الأبناء من الآباء، هذا شيء جيد دائما. قديه طريقة عن جد ممكن تأثر، وبنحس بكل بيت في طفل ذكي بالتعامل مع أهله ممكن بطريقة نغشة ياخد الإشي اللي هو بده إياه، بينما طفل تاني شوي عنيد ما يعرف يعبر عن مشاعره، ما يعرف يتواصل مع أهله. فأدي كمان الشخصية بتلعب دور. الشخصية لا، هو الجنس بيلعب دور، لأنه البنات عندهم قدرة على التواصل مع الآباء والأبناء أكثر، يعني حتى منذ الصغر والطفولة. هو دائما علاقة البنت مع والدها والولد مع والدته. مع الطرفين الوالد والوالدة عندهم قدرة يعني على التواصل أكثر مع الآباء والأبناء وفهم
فهمهم أكثر والتقرب منهم أكثر وتلبية الرغبات. يمكن تكون المشكلة شوي عند الذكور خاصة في مرحلة المراهقة، بيكونوا شديدين العصبية وشديدين الغضب وما بيقبلوا الرفض أو ما بيقبلوا حتى رأي الآباء أو الرأي الآخر، فبيصير في عصبية. طيب مفهوم بس بر الوالدين عند أطفالنا، كيف بدنا نعمق هذا المفهوم ونأكد عليه ونحط ببالهم أنه أنت توفيقك بالحياة بالدنيا رح يكون من رضا والديك، نربط هاي العلاقة لأطفالنا لحتى هم لقدام يعرفوا أنه لازم يحترموا ويبروا أهليهم. بر الوالدين هو قيمة دينية في الأساس، يعني أخذناها من الديانة الإسلامية، كل ما عمقنا يعني التربية الدينية عند أطفالنا أكيد بتصير تربيتهم أسهل، لأنه الدين جاء بمكارم الأخلاق وجاء بالفضائل ونهى عن كل الأخطاء ونهى عن عقوق الوالدين ونهى عن الكذب ونهى عن الغش ونهى عن كل القيم والسلوكيات السلبية. صح. في الحياة، فغرس القيم الدينية جداً بيساعد أو بيسهل في تربية الأبناء. وللأسف منشوف هلأ في هذا الجيل بعض المراهقين إنه مثلاً بيرفعوا صوتهم على أهاليهم، ممكن ما يسمعوا كلامهم، ممكن لا سمح الله في بعض الأحيان يصير في ألفاظ غير مناسبة للوالدين. لا، مهما كانت الديمقراطية ومهما كانت يعني الحداثة في التربية، في ثوابت الأب والأم شيء يعني مقدس الله سبحانه وتعالى وصى فيهم، وهذا الإشي إحنا لازم نغرسه عند أبنائنا ونفهم يا منذ الصغر. نحن نختلف في بعض الجزئيات وفي بعض الآراء وفي بعض تفاصيل الحياة، لكن القيمة واحدة وثابتة، هي باحترام الوالدين. صحيح. وبرهم، لأنه يعني الوالدين بيقدموا الكثير. صحيح. للأبناء من الرعاية ومن الصحة ومن التأمين وكل مستلزمات الحياة. يعني مهما الزمن مر علينا ومهما متطلبات الحياة صارت أكثر ومهما اختلفت الاهتمامات، بر الوالدين ورضا الوالدين يعني أهم شغلة بحياتنا. الواحد بيحط راسه على المخدة مرتاح لما طبعاً. يكون متأكد أنه أبوه وأمه راضين عليه، بيطلع من باب البيت بحس طريقه ميسرة ودربه خضرة لما يكونوا أمه وأبوه راضين عليه. دائما 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 حطوا رضا الوالدين بين عيونكم، ودائما اعملوا كل إشي لحتى تسعدوا آبائكم. صح. عشان الله فعلا بيفتحها على الإنسان اللي بيكون راضي والدين. شكرا كتير لك دكتورة فادية الإبراهيم، أخصائية الاجتماعية، تحدثنا عن الفروقات بين الأجيال وطريقة النقاش والحوار المناسبة بينهم. جزيل الشكر لك. أهلا العفو. شكرا نورتنا. العفو. أهلا. شكرا.